صابح الباب يا حلبة يا أخوان. أنا جيت صباح برك من الترك ها رزقي مد ربي سبحانه هذه وباش تعيش هاني. ربي قال لك ألا بذكر الله تطمئن القلوب بقرا قرآن ردي والديك ما تعصيش ربي سبحانه تعيش هاني. هذا ما كان وما العشاء إلا عيشة الآخرة. ابوني احنا والله غنستاهلو سيتو خويا جينا خوتي السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بدينا فيديو اليوم دروك وكاع شكاين انا في ارشي خوتي انسقسيون واش رايهم في الغربه. انا نبداو ديريكت في الفيديو دوك ديريكت خويا نبداو خونا هنا الله يبارك بيبي الله يبارك مدابي كل مدابي خويا خويا واش رايك في الغربه؟ كان يتبان لك غربه انت من البلاد؟ انا والله رحت لدوفو ماشي حراقه وراك حواس مولي يا خو كل واحد وعقليته. انا والله غير لو كل الدنيا لا تجي حراقه بزاف جات عاود ترجع البلاد قسم بالله غنجي حراقه قبل البحر في الطريق سيس كونترا. علاش عاود ترجع البلاد؟ انا هكذا بلاد مليحه ولا بلاد خير؟ ماشي على بلاد مليحه. انا بادي بشوف والدي اشوف ميمتي اشوف كذا الحمد لله. ما انت ما تخرجش لهور تقتل البلاد كل الدنيا لا تجي حراقه بزاف اقسم بالله غنجي حراقه نرجع البلاد نولي البلاد يعني. كل واحد الراي تاعو كل واحد كان يخمم خوتي سبحان الله. نهار ما نستوش والله غير نهار ما نستوش. بلادنا شابه فيها تابعه برك شريك يخطونا تابعين لصوفه احنا بلاد الله دوك انت واش رايك اه الغربه اللي قديرو غير غير صاحبي ياك ان شاء الله. على انت سيدها الغربه ما سيدها؟ لا ما سيدها صاحبي. شفتها ولا ما شفتهاش؟ بون شفت اكسبيريونس تفرز على الناس تاع الناس انسى يتكى على ربي يا خو هذا ما كان يخدم ساعه حاجة ما كان والو حق الله غير ما كانش كاع معيش هنا هما يموتوا يا خو كاع ما يقولوا زعما والدينا ومنا صح كاع قالنا لها جا والدينا صرحت فيهم ما ياكل مليح ما يشرب مليح يا خو يا خو هذا ايش قاعد مرحبا بكم مروحة لا انت تروح لوروب تروح لوروب بالاخر ودير فيس بيزار غير نريح في بلادك خاصة انا نشوفوا فيهم في لوروب يشطحوا وكذا انا مرة شاطوني فر بس نشطح ريح في بلادي بتهم يا خو كان بزاف عباد هم يروحوا باش يتصوروا غير فلاتوري فر بلينا عايشين هانين وما هم يرقدوا برا قسما بالله انا باش نروح تما نحن ساعة ونشقى ونخدم يا خو ونعاون والدي بصح انا ما راش نخدم يا خو اخونا خوتنا تعشان يزقوا من هيه اخو تيروا بتقيدوا هاري ولا كيفاش تقيدة هادي تقيدة بدي الكاميرا ديرك السلام عليكم خوتنا تاع الغربة كاع راكم تعرفوا مرحبا حاري السلام عليكم. سلام خويا حسام. قول لي ماذا بك العزيز؟ كي تبان لك الغربه انت؟ ها؟ كي تبان الغربه كي تبان لك؟ يا ولد ما ناكلوش معليش المهم ما نروحوا. رايحين ما مي راح الحال رايحين. اخوتنا في البلاد. هم اللي كانوا عايشين. طيب خلطه خوتنا خلطه. ماشي على الدراهم حنا في البلاد الحمد لله ندخلوا دراهم لهنا ماناش مهنيين انا كي نشوف هذا كره حياتي. اخويا حسام واخويا واش راح نقول لك كيما يقولوا اللغه نقولوا مقطع يوناني برك الجيريا هضروها لنا اليونانيين قال لك الجيريا ميغالو بوردينو شي ستادير بوردين كبير يبقى بوردين كبير يا رب خلط عمود يا رب ريب خلط في غرتكم الله اسمع اسمع والله خلط على الاخر سيريو والله سيريو بلاد ما كان والو شوي راكو تشوفوا الشعب ضائع هادو راكو تشوفوا فيهم كان ما ينوض على 8 تاع الصباح ما عندهم شي شيء ما كانش شريكي لا تشوفوا خليه يوصل ميساج مليح ولا خلي السيد ديرو لا تشوف فيهم هادوك والله كاع ما نكي عليهم اللي تسقسي يقول لك راني حاب نروح سقسي ما تحشوها الناس وما راكو تما نجو نشوفوا انتوما تشوفوا احنا ما نشوفوش وين تقول شو نجو شو
جو ابي على التوت جوسي. احنا واش انا نجوسو في البلاد زوجين وما دابينا نشوف انا جوسي احنا واش انا نجوسو في البلاد اقسم بالله ما كنت جوسو فيه انتوما شري اقسم بالله يا اخوتي كل واحد يقول واش عنده في راسه كل واحد يقول انا ما دخلنيش كل واحد يقول واش عنده في راسه انا في مخه كل واحد يقول واش عنده في راسه انا خويا بابو مو مليحه شريكي من الاخر شوف صاروح نشوفها بإذن الله ولا ما متش تروح تشوفها إن شاء الله تروح تقولي لابيريتي شكاية وش رايك فيها طيب وعد هذا وعد ميطلع إن شاء الله إن شاء الله نديروا انترفيو نقولك شو رايك فيها أنا عمري بلي ما قالوا وسخوها تاوعنا الزوافة تاوعنا احنا لانا احنا دوكا الدول قاع مقيين شوف يا الله يبارك الله يبارك الله يبارك بسم بالله لاكم تما حشري ما يستاهلهاش مسخين والله ما يستاهلوا يكونوا تما بريوق الحمراء باري تشرب الحمراء تحرش بيا يا اخي الزفرن لي يا اخي هنا وانا صح يا ولد ولا قام تلجين هو قاع مقيين احبوا يروحوا لي والله يا خويا حسام انا من داك انا نتبعك من الاخر ندخل من داك اقسم بالله كاين عباد والله ما يستاهلوا راهم تما بيناتنا حسام كفي خربا كاين عباد منا والديهم تليفون يتخسر لهم والديهم يبعثوا لهم باش يخدموا ما تخسرش بيه والسيروخ واش رايك الناس اللي يضربوا في الشارع في السيروخ يحليلهم خويا العزيز والله غير يحليلهم ما تعايروش المبلي وكان صارت لي من الاخر ربي يوفقك وانا كاع معاك خويا كاش ما يخصك انا هنا خويا صافي فريمون بليزير خوتي شلون هذا خوتي الجي ولا اروع وحراري شحراري شباب ربي يوفق جميع واحد وليت حومتنا وفي الغربه يا ربي خلصه واخويا كيما يقولوا هذه الدنيا احنا اخترنا الغربه نهبطوا الاكسبرسي من الباري فاهمني خدمت فيها 5 شهور اللي يحب ربي وصل للغربه هذه وخسر دراهم 100 مليون يا خويا فيتي باري قد ما يقدرش عليك عاود جوت البلاد هبطوني انا هبطوني اكسبرسي يا خويا علاش هبطوني من ديبو يا خويا سونتر دي ريتونسيون ادمينستراتيف دو باري 1 هبطوني لبلادك فهمني هبطوني في ديسمبر هبطوني في ديسمبر هبطوني في جونفي 2020 فيفري 1 فيفري 2020 هبطوني لبلاد اكسبرسي انا هو البنك يا خويا باري هذيك رحمه يما تحترم ما ديروا فيها كوارات رحت كيما يقولوا غير ايفيتيوا خويا كاين لا بلجيك خويا مليحه تدخل بلجيكا تاكل تشرب بالوقت الله ربي طلع الله تدخل ياخذ رباشتي يدخل لندن يا خو باري هذه رحمه يما غير تكملوها كاشيات وتكملوها هبال ويهبطوكم من البلاد شريكي هبلوكم انا 4 شهور عطوني البلاد حركت على 4 شهور كنت من وهران هذاك الوقت 2019 40 مليون خويا 40 مليون في السارع خويا 215 اكثر الغربه وكدا شوارع الدوله وداوني وهبطوني وريسكيت وكدا هبطوني البلاد حبي يقول غير ما كان له دوران وكدا والسوايع مليحه الغربه مليحه مش مليحه فيها وعليها الغربه فيها وعليها الغربه نهار تعطيني ثلاثه 5 ايام تركض برا وصرف تروح خويا كيما يقولوا شي عيطوا لها يدوك ديرك تروح تبات كاردافي قلت لك بلي كاردافي باري بلي كاردافي هذا ما قري عاقل خويا واش رايك في هذه الهضره واش رايك في هذه الهضره يا خو عنده الحق شوي هضر انا والله يا خويا حسام من داك كومونتير كاين عباد والله كاين عباد والله ما يستاهلوا من تما انا عندي ولاد حومتي كاع في لونجلوتير مقيين انا ولاد حومتي دقيقة ما بقاتش نلقطوا في اوروب في بلادنا ما عايشين هم تيليفون كل واحد راي يا خويا كل واحد راي عنده تلدراري خليهم يروح في بوطي باينه بلي ما يروح انا بابا اسمع انا بابا انا نعرف خير من بابا بابا ويقول لي روح بابا يا بابا والله غير بابا كان والو خويا ريحوا هنا يشبعونا حبس في الباطل يشبعونا ميزيريا والاوروب خويا من الاخر كاين عباد والله ما تستاهلوا كل تما انا مشيت انا اوروب انا يا خو سدوا علينا حسام خويا راك تشوف كاع نقيين كاع عفوا يهضروا راك تشوف يا خو
وربي يحفظك ويعافيك. وربي يلبس غير التمساح. لبسوها لبسوها في البلاد حنا كيروحوا تبدل العقلية لبسوها خلاص. كراسيك ونشربوا. وربي يوفقك والله ربيعك تخدم في خدمة شابة. وأنا دوك لهم يقولوا أنا نحب نديها قاورية وكذا وتاع البلاد مزاق نمبارو وكاع. واش راك تقول انت علاش متزوجش في البلاد انت؟ ها؟ انت علاش متزوجش في البلاد؟ دار ما عندناش تزوج في البلاد، والله غير دار ما عندناش، صح والله الناس اللي عندنا دار، دار ما عندناش واش نتزوج خلاص. انا دكة تقول لي يا كاينة طريقة، انا نديك دكة والله ما نفت حاجة، ببليغ انا راحوا دكة. يا ديرها. تحرس بيا دار في بلادي ما عندناش، تقول لي ماشي مريحة ما عندها، ها شحال ترافيكي؟ كي تقب الدنيا ترافيكي 100,000 150. تلتميات ألف دوارة حش اللي يعيفوها الناس يدير 130 كيلو في البلاد أنت مسخاش يا اخوتي شرا صاري انا بيرفور اخويا يا اخويا راهي مخلطه تعاطي اخوتي راهي مخلطه اخوتي بصح فيديو فريق روعه وبعد ان شاء الله يا ربي غيتفهموا غايه اش كاين اش ما كاينش ان شاء الله زكيتي با حانوت قالوا لي بلي مليح هذا مرحبا هذا كاميرا ديرك اروح دخلها ديرها كاميرا هذا اخويا حسام احلى حانوت في بيرفور يا مام حسام بن زوم يا ابو غير الشابين يا ابو بارك الله انا نتبعك يا ربي الله يبارك يوم جيتو كاع مام هذا مام هذا لي زوم كاش لي ما يعرفوش هذا هو الصح هذا هو الحرف خويا مرحبا بك كيسيون خويا كيسيون انتم راكم خدامين هنا ياك الله يبارك مام بيفور ايتو واش رايكم خوتي بلاد ولا الغربه دور ربي قال لك ألا بذكر الله تطمئن القلوب بقرا قران ردي والديك ما تعصيش ربي سبحانه تعيش هاني هذا ما كان وما العيشه الا عيشه الاخره حنا انا واحد مفتون بالغربه واهل العلم التوقات اهل العلم التوقات باينين نعرفوهم كامل ماشي هادو اللي يجوزوا في المنابر من هادي راهم يشيعوا لهم انا في الجزائر قال لك الغربه هذه سياحه وما يجوزلكش تروح تسيح فيها هادو بلدانكم وحنا ربي يهدينا واللي راهم عايشين تماك ربي يهديهم وان شاء الله ندعو لهم ربي يرزقهم وان شاء الله ندعي لهم ربي يرزقهم خبزه حليليه هذا ما كان خاطش كاين بزاف شو هو صوره المسلمين كاين عباد ما يستاهلوش عمل تما سير كل واحد والطرف تاعو يلاه عبد الانسان واحد ولا يحب يعيش يعني. انا كان نحب نروح الغربه نرى هذا كان يحب بيصير ايش النبى الحمد لله ربي هاي مساعدتني للبلاد علاش مساعدتك البلاد علاش مساعدتني في كلش مساعدتني ما نحبش نبعد على والدي ومتزوج وفيها خدمه فيها هنا مليحه الحمد لله دور يا اخو حنا ماناش الاولين في العالم وماناش الاخرين حنا بالك رانا كلاس 23 25 فيهم حنا كاين بلدان اوروبيه حنا خير منهم الله يبارك ما شاء الله وربي يقوي الخير في بلادنا وربي يحفظ بلادنا هذا ماك حنا ما قري لا رحنا تماك يقعد قلبنا توجور اطاشي ببلادنا يا خاطش عندنا بزاف عباد نحبوهم لهنا ونتمناو لهم الخير ولي راهم والله بحال هادو ما كان لا يقعدوا يهضروا على البلاد منا تارك عايش تماك طفي الضو ما تخسرش البلاد والسلام عليكم ماشي بلادك كيما قال لك بالهضره كل واحد الراي تاع اخويا واش رايك خويا انا اقسم بالله هادو ما بقاش يقول لك هكذا ادوى مزوج عنده دراري حمزه كيف كيف ما هو هذا هذا اللي تشوف فيه سوفرا في البلاد خو كله بلي سوفرا في خلاص ما بارتو خويا بارتو فرنسا فرنسا بارتو فرنسا شوف استنى استنى خلينا نطاهم طاهم انا نخدمو حراك لهنا نقول صح انا عشت حراك انا هضرت خويا انا عشت حراك لهنا نقول حراك خويا سبامات باباري اسمح لي انا ولا تحاول مين تخدم كواطك لي زومون اسمح لي كلام لي زومون ماشي نقول لك باري انا عندي
وشفنا الحرقه تاعك اللي مات لك احنا انا عرفتك نهار مات باباك ربي يرحمه ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله يكون من اهل الجنه. هذه فرصه باش نترحموا على باباك ان شاء الله يكون من اهل الجنه. ربي يفتح حومتنا الحراش حومتنا ما منتصر في غرون بريز يعني شاهزه وعندك مواضيع شابين يعني على خاوتنا اللي راهم تما باش اليوم تما قاع خاوتنا ربي يفتح عليهم ان شاء الله يفتح عليك. كيما انا واش نحكي لك سبيسيال باي انا كيما ولد حومتي تاع هنا اللي نعرفهم قابل يصبر دقيقه وبشي بيشه والحقره هذه ما قلنا شي بيشه والحقره خويا في الانجليز يا اخو نهضر معاهم يقولوا لي انا الحمد لله هم خدامين ياكلوا يشربوا بدات تهناوا كيما هنا كانوا في البلاد غير الحبس حبس حبس حبس. كاين عباد ولات اخواص كاين اللي التزموا عايشين في لون والله غير التزموا بلا ما التزم يشوف تلفزيون ما على بها شغل انا حبيت نسيك فهمني كانوا انا ولات حومتي كبار عليا قالوا لي رابح انتيك تجي خدم بصح حلال انت من هناك باغي تسيي خويا داير في راسك بوطي سريع مرحبا بكم معنا نو فيزا عفسه واحده اخرى ان شاء الله عفسه واحده اخرى انا بالك بوطي بلديه ما يخلوني نشرح فيها واش رايك في البوطي وسريعته خطيكم خاوتي انا عندي ولاد حومتي قاعد يسباري خو دوك كي نتلاقى بخاوتهم يا نقول لهم الله يرحمهم ولا ان شاء الله تتلف لي كي نتجبدوا عليهم واش نقول له والله نخاف نقول الله يرحمه يزعف نقول ان شاء الله يبان ما يبان عنده 3 سنين والله بزاف عندنا بزاف واحد من بيجي واحد من طواكاف واحد منا واحد منا كاين تستقلوا ما فكروش الناس بالجرح ديالك لا شوف خويا لا تفكرك فهمني هذه وجو صح بوطي ناس يموتوا الناس بلي عندنا ولاد حوم ناس يموتوا بوطي عندنا ولاد حوم كاع هكا الناس يروحوا انا نسكن في العيون انا كم نسكن في العيون انا نسكن في العيون عباك بالعيون شنو صاري طلعوا الحيوطه في العيون طلعوا الحيوطه شنو صاري في العيون الجماعه اللي راحوا ونوح مسكين ماتوا مساكن كانت تروح باش تموت 120 مليون باش تموت في البحر علاش علاش تبيع الوضو تاعها باش تموت الناس خلصت 120 مليون باش تروح في سريع وحشوه راحت في الباطيه وتوفات والديسبارات ربي يرحمهم وربي يغفر لهم وربي يتجاوز عليهم ان شاء الله والحمد لله يا رب انسان يسعى وين تروح كاين ولا كناوي تما تروح ديها غير غبره والسهرات غير ريح في البلاد باسكو كاين هنا غبره وكاين السهرات وكاين دعاوي الشرقع في البلاد كملها في البلاد ما تروحش تحرق بلاد الناس صح ولا لا اخويا يا اخي الناس راح تستعقل تحوس على افيني معليش اجري حتى يعطوا لك فيزا وطونتيراج كي تلحق تما طونتيراج سعي انا هذو اللي البلاد من الاخر وكاين سهل الممتنع عرف كاش مرات تماك وسي طونتيراج هذه احنا مسك الختام سما باش نفينوا الهضره تاعنا احنا نطبقوا كلام تاع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من اصبح امينا في سربه معافى في بدنه عند قوت يومه فقد حوزت له الدنيا بحذافيرها هذا ما كان والسلام عليكم وبارك الله الحمد ربي خوتي نهار وليل على كل النعم الخير نعمه خوتي الحمد ربي والبلاد ربي بلا عندك البلاد والله غير مليحه خويا حسام من الاخر انا ماشي خدام في شركه نخدم تليفونات والله غير الحمد لله ما كاين نهار ما كاش بصح انتيك ما تموتش يا اخو ما تموتش انتيك هنايا تاكل في الغربه والله ما تاكل والله ما تخدمش والله دوك نطلعوا لا مونبا ونحطوا لا بلاصه حانوت ستليت حاب لي بيع حوايج لي بيع ماكله ادخل كل قولوا راكم معايا بحب سما ما تموت ها موني قلنا عف سابق موني بيبي سنة ذهب ولا صندوق حطم الله ربي يحفظك خويا حسام ونموتوا عليك وديدي كاس كاع الحراش علينا في الغربات وما ولات حومتنا وتوحشناكم وربي يوفقكم ان شاء الله. بون خوتي نختموها تالي نختموها والله خوتي راك سمعوا غاية هنا رانا هنا مشتين في الجي في الصندوق الله في القلب تاع الجي انا في قلبها انا في قلبها هنا تأسست الحراش في بيلفور هنا ولاد بيلام وانتم ولاد بيلفور اسمع كاين يفقوش ويفضلوح احنا يفضلوح حمزه يفقوش هاولي دقيقه يضربك وحده تاع حمزه حراش الله يبارك بلاصه ميزون كاري تربينا كاع الحمد لله كيما راك تشوف فينا هنا كاع خاوه تربيه مساجد براوي يعيش في وسطنا واللي يحب ياكل ياكل واللي يحب يلبس يلبس ومرحبا بكم في اي وقت وهذيك الصوره السيئه هذيك ما تشوفوهاش من عند السكان الاصليين تاع ولاد الحراش هذوك الدخاله على الحراش هما اللي يشوهوا لنا الصوره حنا راكم تشوفوا الحمد
الحمد لله حرمه ودين الله يبارك ما شاء الله. انا هذا اخويا هذا اخويا وانت اخويا بارك الله فيك. جزائريين كاع خاص يا خاص كاو مام توانسه كاع خاص خرجوا برا خرجوا برا خرجوا حبيبي بون بارك الله فيك صديقي بون خوتي باش نقول لكم قضيه كي غادي نكمل انا غير نكمل الفيديو غير نكمل الفيديو خوتي كيما سمعتوا انكروايب بيرا هنا في الوسط هضروا هضرتهم هضروا شكاين انكروايب بيري واحد يقول لك غربه واحد يقول لك البلاد كل واحد خلو نتاعها باش كاع مكوره الدلاع صوابات ما يتشابوش ماشي خضر حشيش راك فاهم يا خوتي ادفع بلاتي احسن تفاءلوا خيرا تجدوا خمم بالخير تلقى الخير خوتي بركه في بلادك تلقى بركه في الغربه وانت يا خويا دير استفزار من الفيديو هذه تدبر راسك هذه هي ودروا خليكم الجمله التاليه الجمله الاخيره هي باللي الدنيا ساعة تفرحك وساعة تبكيك وكلمة الحمد لله واحدة تزهيك والسلام عليكم كلمة تانية لي خويا وديروا ابوني حنا والله غنستاهلوا سيرتو خويا جينا كيما انا جيش خلبوي من حق تمتم ربح لي زوما يسرب